بلدي بلد العجائب، فمستلم الحكم طواعية وأمانة يعطيه للمغتصب صاحب الجناية. أيها النواب الخائنون للأمانة، البائعون للذمم، ألهذا الحد؟ ألهذا الحد هان عليكم وطنكم وشعبكم؟ أي نواب عن الأمة أنتم؟ وأي تاريخ تركتموه وراء ظهوركم؟ الأمر الآخر اللي بنقوله يا مدينتي، يا مدينة البيضاء، أبنائكم لا زالوا يخطفوا من البيضاء بسبب هذا المجرم، مجرم الحرب. حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانها العسكر والبرلمان. ما يجيش واحد من الطيارين يكفر من الحكومة والبرلمان ويظلم. نقول طالت في الليل من نجاتي، يا ريت تحسي خلجاتي.